اللي فهمته من الفيلم اللي مش تكون يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك، هي مش تحكي في حكاية فاتت، فهم ممثلين أخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها أني روس. ألفة عندها أربع بنات، جوز الصغار إيه وتيسير مازالوا عايشين معاها، والجوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. وزادة باش تتعرفوا على الجوز ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. إما فما ممثلة باش تعوضك وقت اللي أنت شي حوايج صعبة عليك تجمش تعملها. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، دايما برشو في الجروح متاعك. أكسيون. أي أما مازلت ترى اللي أي حاجة عندها علاقة ببدنهم. طب بدني ملكي يعني، ما أنا ملك شكون. جاتك القوة هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ أو كان ناقة وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا والله قاعدة نعبر. يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار. في الفيلم هذا باش نحاول نحكي حكاية بنت ألفة.